هنعرض عليكم الحاجات اللي احنا توصلنا ليها انا وزميلي الاستاذ اكرم عدام، هنقدم مرشدين سياحيين، وتم اختيارنا مسجلين لوزاره السياحه بدون اجر. بس قبل ما نبدا بقى نخش في الكلام ده كله، حابين نشكر جدا اداره الفندق، واحب اقول لكم ان في فندق تاني اتصل قبل الفطار في حاله من الزعل، ممتنين جدا، وهو فندق فور سيزون وطلبوا. احنا لينا علاقة طيبة جدا بإدارة الفندق هنا. إدارة الفندق لما قلنا لهم إن المرشدين السياحيين لازم يبقى عندهم اجتماعات دورية ولو كل شهر. الأوتيل هنا لأن النار زيت خالص من أول لحظة قال اتفضلوا أي عدد قاع. احنا اللي حددنا العدد ده عشان ما كناش ضامنين في رمضان، قضية صعبة، يمكن الناس تيجي يمكن الناس ما تجيش. احنا مقدرين جدا كل اللي ساب صلاة التراويح واللي سابت التمثيليات واللي سابت ضيوف في البيت وفطار والكلام ده كله، انما يعني انا بالنيابه عنكم واتمنى كلنا لما العدد يكتمل نعمل يعني شكر لاداره فندق ريتز كارلتون اللي يعني قالوا بدون تفكير اهلا وسهلا، ولو حبيتوا اي حاجه تاني كمان يعني على الاثنين كوفي كومبليتلي والميه وكل حاجه والقاعه كله كومبلمنتري. وهو ده بصراحه هو ده مهامنا، مش نرضى من هنا ورايح يا جماعه، مش نرضى باقل من كده، من هنا ورايح كله جاي. عندنا فرصه، انا احب اقولها لكم بكل امانه، عندنا فرصه ان الوزير الحالي مقتنع تماما بان احنا دورنا اساسي. يعني إذا كان هو كوزير نفسه مدير منظومة سياحية قال لك المرشد أحد أهم دروس العملية السياحية بالكامل. التور أوبريتر بيجيب وبيطلع وبيدفع، لكن مش هو اللي بيركب الأتوبيس مع الناس، مش هو اللي بيقدم مصر، مش هو اللي بيداري على